شكرا. انا عبدي من اسفي، وجيت هنا في عام 1964. جيت في عمري 20 سنه، جيت خدام في هذا الباركين. هذا كان عتي تكرى، كان اللي كيكريه كان خدموا معاه، تخلصوا في الطوموبيلات وفي العسيه دفعوا الحساب. ووصلت شي 90 هكا، جا داك سبانيولي شرا هذا الباركين هذا، حنا ما بقيناش تنخدموا، جاب الخدامه اللي هما قاريين اللي هما عندهم الباك. حنا يا درنا ستايلات وبقينا كنغسلوا الطوموبيلات الكليه اللي تنعرفوا، بقينا هنا تنعيشوا. هاد العام هذا ملي جات هاد كورونا سدوا لنا هاد الباركين هذا، وحنا دابا راه عطالين عام والزياده هادي، وحنا يا غير جالسين. ولينا كنجيو هنايا حدا البوست كنترزقوا، ديال الله ساعه ما كاين والو اخويا، كاين الله الباك. كتجي لك 30 درهم 40 درهم بزز الا كتبها الله. وكاين نهار اللي ما تنديو حتى ريال، وكاري ب 24000 ريال، وعليا عام ديال الكرا دابا ولا مداها فينا. العام سيدي درنا شكايه، دفعنا طلب، مشينا للعماله، دفعنا الولايه، دفعنا العمده، دفعنا عند القيد في المقاطعه، درنا شكايات بلي احنا سيدي احنا عطالين، واحنا باقيين سيدي، احنا باقيين جالسين، احنا باقيين دابا لا مداها. انا دابا 56 سنه هنايا، 40 عام وحنا خدامين فيه، كنغسلوا الطوموبيلات، ودابا حبسونا الباركين سدوه، وحنا عينا نجريو. مشينا درنا الشكايه للوالي والو، درنا الشكايه لسعد بن مبارك والو، درنا الشكايه للعمده والو. ودابا حنا هنا غير كنترزقوا الله، واحد يعطيك واحد ما يعطيك شيء، ورحنا مسردين حنا وليداتنا، ما عندنا لا والو، لا تقاعد، ما عندنا حتى شي حاجه. حنا ضعنا وكنطلبوا من الله وجلالة الملك وحكومته يشوفوا فينا لوجه الله. حنا وليداتنا كنا كنغسلوا الطوموبيلات، كنغسلوا الطوموبيلات، واحد يعطيك 10 دراهم، واحد يعطيك 300، واحد يعطيك 1000 فرنك، وخدامين. وكنصوروا عيشنا وليداتنا، عيشنا 17 نفس. ودابا ما عندنا والو، ما عندنا الا الرحمه ديال الله.